سلام بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عندنا هنايا اتواب فتح بالجمله. هاد السيد هذا البنات وليت كنتقد عنده مؤخرا، تبارك الله عنده شويبات زوينين. جا فسايس، المهم جيت جامع المستغفر. البنات ديالي نزكانا يعرفوا هاد البلاصه بالضبط، والناس ديالها قاعدين راه غادي يجوا حتى لجهه مدرسه الفاروق وغتسولو تما على الجامع ديال المستغفر. المهم المحل ها هو عنده تبيبات واعرين واعرين واعرين، وهاد اليامات داير تخفيض. هاد التوبة البنات خديت منه. المهم هاني غنخليكم وتشوفوا بعويناتكم. هادو كلهم تقريبا كريبات دير فيهم 25 درهم. هادو راه كانوا في الاول ب40، كانوا ب50 درهم. منين يلاه بدا، حيت يلاه حل المحل ماشي بزاف. صافي، وهذا الاخر هذا دار التخفيض، داكشي علاش قررت انني ندير لكم فيديو عنده. صراحه السلعه ديالو طوب دو طوب، والله العظيم البنات الا سلعه زوينه. ماشي اشهار، ماشي عرفتوني، انا ما عنديش مع الاشهارات نهائيا، ولكن الحاجه اللي كنتقدى فيها وكيجوني طلبات بزاف كنبغي نشاركها مع احبابي. ممكن يكون كيدير التوصيل للمدن، ولكن الا كانت شي كونتيتي كثيره باش مثلا 3 متر ولا حتى 6، ما يمكنش بنادم غيمشي يطلع محطه ترونسبور على 3 متر. المهم اللي كانت بغات يعني اللي بغات دير مشروع وتاخذ المتراج بزاف، تواصل معاه، راه الكارت فيزيت ديالو راه كاينه في الاول ديال الفيديو. المهم بلا ما نكثر عليكم، نخليكم تشوفوا فيديو. راه كاين الاثمنه تما، الكريب بوحدو راه كاين تما الكريب، غيبان لكم كريب كوريا هذاك داير ليه ربما 1200 حيت ما معلقش الثمن ديالو. هذا كريب دو سوا. يلا البنات نخليكم مع الفيديو، وكنبغيكم بزاف، والله يسهل على الجميع والطاقه الايجابيه. يلا السلام عليكم. العقل بجمالك حسيه، بالبها والزينة ملكتيه، بلطافة وظرافة مع البقاء وعقل متبوت، الطيبة والتمييز والحياة والزين المنعوت، ما كيفك غيتا يا الريم غيتا، عويت قلبي قا من شافك تاخدي بداتو وانتي السالبة ذاتي. يا لله ويا لله، بشهادة القديد والوفرة والجبين والتيت، قولوا لا لا غيتا مولاتي. والورد يقول للخديد ياك حنا خوت، كذاب الورد كذاب الورد، لا بيناتكم شتا. قولوا لا لا غيتا مولاتي، جد بوصالك على العشيق يا ام الغيت، قولوا لا لا غيتا مولاتي. قال يا ناس سيدي عمده على العشيق الكاوي كيفي بنار البنات، مهما يقول خمدت نار وطفات، غير ينظر زينة الخضات كي راها شعلت وقدات، حتى عاشق مسكين ما صطاب منها مولاقوت،
غير يشاهد الريام كي يشاهد بيبان الموت والزين علىها المملوك لي سيرتها سلطان كاي جور ويعدل يا معطته وانا في السير وقاتي نسعى رضاه واقف في الباب ولا نقول مليت قولوا لا غلا غيتا مولاتي يا ملغيت الله بنات كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق القصير المهم بالنسبة للموقع كيف قلت لكم غادي حتى المشكلة حتى أنا ما عارفة أشنو كل بلايص بالضبط المهم كتجي تنظرات الفاروق وكتسولي على الدرب اللي فيه موني نتورك راه كاين البشير كاين هاد السيد فتاح كاين المهم هما بزاف ادخلي هي مع داك الدرب اللي فيه الجامع ديال المصطفى وسولي على المحل ديال فتاح هاد المحل راه متكي على واحد السيده كتبيع البيض صافي يعني ما عندكش فين تجلاي ها هو راه حاولت نقل لكم الفيديو راه اونفاس مع هاد الدريبه هادي ما عندكش فين تجلاي السيد التعامل ديالو زوين نتمنى تزوروا المحل وخاصه دابا داير التخفيضات يعني الاتواق كيف ما قلت لكم ديال 50 درهم راه ولا داير فيهم غير 25 درهم يعني النص بالنص المهم هادشي اللي كاين مرحبا بالناس وسط اكادير وبرا اكادير مرحبا بالجميع يلا احبابي الله يسعد لكم وتحيه كبيره وغاليه لكم جميعا.